المتصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 200 من مسلحي داعش والمرتزقة في صفوفه خلال سلسلة من الغارات الروسية على سوريا في الساعات 24 الماضية. وقد أوضحت الوزارة أن الغارات تمكنت من قتل 120 من إرهابي داعش، إضافة إلى 60 عنصرا من المرتزقة، وإضافة إلى تدمير مركز قيادي لداعش في مدينة الميادين. يشار إلى أن قوات الجيش السوري قد دخلت مدينة الميادين بعد أن سيطرت على مواقع ومرتفعات موازية للطريق الرئيس الذي يربط بين دير الزور والمدينة.